بتكبوا الهموم وراء ظهركم او بتحملوا الهم وبتقعدوا. هيئه كراجي صباح جوزيف الهم دواءه اللجوء لله سبحانه وتعالى ومخالطه اهل العقول الراجحه الناضجه الايجابيه المتفائل المتفائله. عمرك سمعت عن مهموم طلب نجاته من غريق؟ يسعد صباحك وصباح الكرم. كرام نسيت شو كان السؤال؟ هم الشغل للشغل وهم البيت للبيت وهم الحكومي للاصحاب ومنشكيهم لله. صباح الخير. وين جوزيف؟ اوكي ماريانا قصة. يسعد صباحك جوزيف. الحياة ما بتخلى فيها الحلو فيها المر، لازم نتعايش بالحالتين. هبة الحلبي، انا بحاول ما احط الهم بس صرت ملاحظة اي حدا بيشكي لي همه دغري بصير معي احباط نفسي، وخصوصا اذا شيء بيتعلق بالمرض ما عاد اتحمل احد. عز اكيد. كيفورك عبد القادر، صباحك ورد جوزيف. اكيد بحطها ورا ظهري وبفكر باللي جاي بكل ايجابيه. شو حلوه هالطريقه اذا بتعرف تعملها. دادو بغدادي، لا اكيد اذا بدنا نحط الهم ونقعد بنموت فقع. لا اكيد الواحد بينسى وبكب ورا ظهره بتضل الحياه حلوه. الله يبعد الهم عنا وعن الكل يا رب. هنا القصة، يسعد صباحك جوزيف. الحياة حلوة والدنيا مليانة هموم، لازم ننسى ونعيش حياتنا الحلوة وطنش تعش تنتعش. زينب أحمد، صباح الخير يا أحلى جوزيف. أكيد ما بعقدها وبحط ورا ظهري مع أنه ما في شيء بنتسى بس بنسى، ومثل ما بيقول المثل ما بحط الحزن بالجرن أكيد وبتفائل باللي جاي. ألوشي علوشي سيداني، يسعد صباحكم. حسب نوع الهم مش كل المشاكل فيك تتجاهلها وتضحك من ميلة تانية، مش كل مشكلة بتستاهل ضيع الوقت الحلو كرمالها. ملك الكردي، ما بقدر حط ورا ظهري بضل الهم بقلبي، طبيعتي حساسة ما بقدر انسى دغري اي شيء مشكلة بتصير بس حلو الواحد يرمي ورا ظهره اذا بيقدر. زهرة نيسان، يسعد صباحك جوزيف. الهم حتى لو خليته ورا ظهرك بيلحقك، لا بس ممكن واحد يتنساه ويفكر فيه لدقايق ويجي الحل وحده لبعدين. شكرا للتوضيح. علي عد ادريس، بحاول اتجنب الهم او بحاول حله بس اكيد رح يزعجني وبيتعبني باوله. هنادي عبد الرحمن، حسب الاولويات ونوع الهم. كتار كتار جوابون يوسف جوزيف، بصراحة بفتح تيفي وبحضر قصرة عالم الصباح بيروح الهم. تانكيو يا يوسف لألك. ام هديل، صباح الورد، ضروري نعيش اللحظة. نايس ليمان، صباح وقد ما حطيت ورا ظهري صار عندي حيط ولاقي عليه. ان شاء الله هالحيط بيكون سند لألك يا ناي وبيروح كل همومك. ام علي، صباحك ورد جوزيف، ان شاء الله بيطلع بايدنا نزته ورا ظهرنا. اوركيد الخفاجي، يسعد صباحك جوزيف. مرات بنسى ومرات لا، طبعا الانسان بده يكون عنده ثيرابي بحياته يتمرن عليها ليقدر ينسى همه، هيدا اهم شيء. دائما مثل ما بقول لكم عيشوا اللحظه بايجابيه لا تيجي اللي بعد اللحظه اللي بعدها كمان ايجابيه. طلعوا على المرايه، حبوا حالكم حتى هالحب اللي بالداخل ينعكس على الاخر وعليكم بالحياه اليوميه. على امل انه تكون حياتكم بلا هموم وخاليه من الهموم وكلها ايجابيه يا رب. معلي خلينا نصدق هالفكره ولو يمكن للواقع هو العكس، هيك نقدر نعيش بشكل افضل. نحن وياكم رح نروح عند الشيف حسين لنكمل عالمنا الصباح اليوم يلي بينتهي استثنائيا الجمعه 12:30 بتوقيت بيروت لنقل وقائع صلاه الجمعه مباشره من مكه المكرمه. شيف حسين ورشه ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون المستقبل. اليوم وصفتنا سمك وقريدس، لكن مشاهديننا في عندي صيادية السمك، أيضا في عنا سلطة المعكرونة اليونانية اللي هي باللبن، وفي عنا رقائق القريدس. هول ثلاث وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، شي خلص أشرف على نهايته وشي بعده ناطرنا طبعا لحتى نحضر له الصلصه. اللي ناطرنا لنحضر له الصلصه هي صياديه السمك، لكن خلينا انا وياكم نحكي على الصحن اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشه. هيدا الصحن هو رقائق القريدس بثاني فقره من فقرات رشه ملح. حطيت انا اللي على النار، حطيت فيها بصل جوانح، حطيت فيها ثوم، زنجبيل اخضر، طبعا زيت الزيتون، فيكم تقلوهم بزيت السمسم ما عندي اي مشكله. قليتهم لحتى دبلوا، جبت القريدس قليت معهم القريدس، وايضا ضفت لهم من برش البرتقال، وحطينا فلفل اسود، عسل، صلصه الصويا، قلبتهم كلهم مع بعض وحطيت لهم رشه سمسم، وحشيت رقاق سبرينج رولز. رقاق سبرينج رولز اللي هي طبعا من منتوجات تونيز فود.
لكن هيدي هي السبرينغ رولز، وفي عنا العديد من هالانواع العجائن طبعا والاشكال اللي بدنا اياها بتلاقوها عند تونيز فود. لكن مشاهدينا هيدي وصفتنا، حكينا على اول وصفه خلصت سكبناها. طبعا حطيت انا بكعب الصحن سمسم، لان بقلبها كمان داخل سمسم فيني اقدمها مع سمسم وصلصه الصويا حسب ما انتم بترغبوا. طيب عندي على النار، في عندي على النار طنجره، هيدي الطنجره شو في بقلبها؟ طنجره بدايه عالم الصباح، حطيت انا طنجره على النار، في بقلبها زيت زيتون، جبت بصل، لكن مشاهدينا جبنا بصل، حرقت البصله، بدنا نحرقها مش بدنا نشوحها وتدبل، لا بدنا نحرقها لحتى يصير لون البصله اسود. ضفت لها جزر، ضفت لها حب هيل، ورق غار، عود قرفه، هول بيعطوا نكهه كثير طيبه. في طبعا في ناس ما بيحطوهن، بس انتم حطوهن لتاخذوا النكهه الطيبه والنكهه الرائعه. لكن حطيت حب هيل، ورق غار، عود قرفه، وشرائح حامض بقلب الصلصه، وجبت راس سمكه، راس السمكه كمان حطيته لحتى ناخذ مرقه السمك ونكهه السمك من هالسمكه، او فيني اخذ عظام السمك اللي هو حسك السمك ودنب السمك، طبعا ضيفهم كمان بهالصلصه لناخذ نكهه السمك مثل ما خبرتكم. لكن المرقه صارت جاهزه عنا، اتفقت انا وياكم على المرقه. شو في بقلبها؟ جبنا طنجره، في بقلب الطنجره زيت زيتون كمان، يعني اليوم وصفتنا اخذ كثير من البصل، والبصل كلنا بنعرف قد ايه صحي. حطيت زيت زيتون، وضفت لزيت الزيتون طبعا البصل، بصل جوانح قليتهم بزيت الزيتون، جبت رز امركاني، رز امركاني كنت ناقعه 45 دقيقة بالماي الفاترة، ضفته فوق البصلات بعد ما دبلت عندي البصلة، واستعنا مشاهدينا بالمرقة، المرقة اللي هي المرقة السوداء او المرقة البصل الاسود لاخذنا هاللون الحلو. طيب ضفت المرقة، ضفت كمون، وضفت رشة ملح، فلفل اسود حطينا رشة صغيرة ما كترنا، وتركتهم ينبتوا على مهلهم. نبت الرز، وخلينا نشوف الرزات انا وياكم كيف صاروا عنا. هيدا هو الرز قدامنا كمان عم نشوفه على الشاشة، لكن استوى الرز وصار جاهز عنا، ومثل ما عم نشوف هاللون الحلو للرز. طيب هيدا الرز جاهز، بضل في عنا الصلصة، لكن الرزات جاهزين. خلينا نشوف كمان البصلات اللي بدنا نحطهم على الوجه. انا البصل فرمته جوانح ولتيته بالطحين، او فينا نحط رشة ملح لحتى يدوب او تطلع يبق مية البصل، ونرجع منقليهم بزيت نباتي. انا صراحة حطيت لهم طحين وقليتهم لصاروا عندي كريسبي، فيكم تعملوهم حسب ما انتم بترغبوا. طيب رح اجيب الطحين انا، لكن رح ضيف الطحين للزبدة، عندي زبدة وهيدا الطحين. لكن مشاهدينا منكرر ومنقول كمية الزبدة بدها تكون قد كمية الطحين، بقلي الطحينات مع الزبدة لحتى نحصل على رو شقرة. طبعا في عنا ثلاث انواع من الرو، رو سمرة ورو شقرة ورو بيضة، انا هون حطيت الرو السمرة او الرو الشقرة. طبعا كيف حطيت يعني، لا حطيت زبدة وحطيت طحين، نطرهم لحتى يتقلوا اخذ اللون السمار من الزبدة والطحين. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك صغير، وبعد البريك منكفي هالصلصة انا وياكم.